على اهلا وسهلا بك بالجزء الثاني من حوارنا اليوم، وبداية حدثنا عن احترافك في الدوري البرتغالي. الحمد لله وشكرا، اعتبرها تجربة ناجحة لي لان بداية صحيحة يعني الحمد لله وشكرا. مثل ما شفت مباراة ودية سجلت، مباراة كاس سجلت، مباراة الدوري سجلت، لكن حثة امور يعني بسبب هدف سجلته اللي هو اخر هدف لي بالدوري، يعني بعد هذا الهدف يعني انه هو المدرب يعني وجهة نظر هاي اعترض على تسجيل الهدف. الصراحة يعني كان بوقتها عاقبني 9 مباريات، فهي هاي اللي حثت آخر شيء. كابتن، بعد تجربتك بالدوري البرتغالي قررت العودة إلى الدوري العراقي والدوريات العربية. الكل فاوضك، بس الأبرز كانوا الشرطة، أندية بغداد، الشرطة والزوراء والجوية. حدثنا عن اختيارك. الصراحة يعني انه انا فخر اللي مثل اي نادي عراقي، مو فقط الشرطه او الزوراء او الجويه، اي نادي بالدوري العراقي. اختياري جل القوه الجويه على انه الفريق مستقر، فريق يعني من كل النواحي، لاعبين، اداره. الصراحه انه انا مثل ما تعرف انه انا من طواعد الجمهور الزوراء، انه انا من ارجع من الاحتراف ارجع لهم، لكن الصراحه الاداره ما قدروني وما تواصلوا وياي بصوره صح. يعني كل ما يتصلون بي شو وقت تجي لبغداد نريد نعزمك، فما كان تفاوض بصوره صحيحه يعني. فهم النادي يعني من يطلعون بالاعلام ويحكون يصرحون انه احنا تفاوضنا مع علاء، فانا احب اقول للجمهور انهم ما تفاوضوا وياي ابد، سوى بس مره واحده اتصل بي كريم رزاق مدير الفريق، بعدها ما حد اتصل بي. فمن صار الضغط الجماهيري عليهم ظلوا يطلعون بالاعلام انه احنا تواصلنا ويا اتفاق وعلى راجع وعلى راجع، فهم ما حتواصلوا وياي اصلا. حتى لو انا مثلا انا قلت ارجع والعب بالمجان، بس على الاقل واحد يشيل علي التليفون يحسسني بقيمتي. بينما اداره الجويه يعني احكيها لك اياها للامانه، اداره الجويه صار لها تقريبا يعني مو هسه تفاوضوا ويا اداره الجويه، من شهر السادس. زين، بما انك فتحت قلبك، شو تحب تقول للجمهور الزوراء الزعلان عليك؟ انا احب اعتذر منهم يعني وانا اعترف يعني اليوم الانسان اللي يعترف خطا انسان شجاع. وأنا غلطت بحقهم إن شاء الله الأيام الجاية. كابتن، مشاركة مميزة جدا لعلاء عباس ونادي الزوراء في دوري أبطال آسيا، أهداف أنواع. اليوم حدثنا عن هذه التجربة. رغم ما أنه أنا سجلت 4 أهداف يعني ذهاب وياب على نادي الوصل، لكن كانت من أبرز مباراة ضد نادي النصر. كانت مباراة متعة يعني واستمتع حتى الجمهور بها والحمد لله والشكر. بعد تألقك هذا سمعنا عن مفاوضات مع النادي الأهلي السعودي، حدثنا عن دقة هذه المعلومة. صارت تفاوضات بس ما صار الموضوع جدي يعني فقط كلام. زين، أنت عربيا منو تشجع؟ أنا أشجع الاتحاد السعودي. اتحادي؟ اتحادي قافل. زين كابتن، بما أنك مطلع على الدوري السعودي، من تتوقع بطل هذا الموسم؟ والله إن شاء الله الاتحاد، بس تعرف يعني أكو فرق يعني مثل النصر، الهلال، الأهلي، يعني أتوقع الهلال. كابتن، بعيدا عن كرة القدم، متى نراك بالقفص الذهبي؟ إن شاء الله بالأشهر القادمة. يعني أكو شيء؟ إن شاء الله.